قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيصدر إعلانا بشأن سوريا خلال 24 ساعة المقبلة. يأتي ذلك بينما ينتظر الحلفاء الأوروبيون وروسيا كيفية تنفيذه للقرار الذي اتخذه في كانون الأولى ديسمبر لسحب القوات الأمريكية من البلاد. وقال ترامب: لدينا الكثير من الإعلانات العظيمة التي لها علاقة بسوريا ونجاحنا في القضاء على الخلافة والتي سيتم الإعلان عنها خلال 24 ساعة المقبلة. ولم يفصح ترامب عن طبيعة الإعلانات العظيمة التي يتحدث عنها. الأمر الذي فتح الباب أمة تكهنات تتعلق بمصير تنظيم الدولة وقادته، لا سيما أبو بكر البغدادي، أم بإعلان نهاية الخلافة. ومن المفترض أن يكون إعلان نهاية خلافة تنظيم الدولة للأراضي التي يسيطر عليها في سوريا والعراق خطوة تمهيدية لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، الذي أعلنه ترامب في كانون الأولى ديسمبر الماضي. وينتشر في سوريا حاليا حوالي 2000 عسكري أمريكي، وتخوض قوات سوريا الديمقراطية تدعمهم واشنطن حاليا معركة في شرق سوريا لاستعادة آخر جيبا يسيطر عليه تنظيم الدولة. وأثنى ترامب من جديد الجمعة على ما تقوم به حكومته والجيش الأمريكي في سوريا، مؤكدا أنه جنب مجزرة بحق 3 ملايين شخص في محافظة إدلب. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.